أما كون إن إحنا ناخد السي دي ونعمل منه يعني أشرطة كاسيت، فطبعا حقوق الطبع محفوظة. هل نملك هذا ولا لا؟ هل اللي جابوا لنا السي دي ادونا التصريح نعمل ولا ما ادوناش؟ دي مسألة ضمير، مسألة ضمير. بصلوات حضرة صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن لا بد، أمين. نشكر العناية الإلهية اللي سمحت بظهور حياة أبينا القديس الأنبا مكاريوس ليعلن مجد الله في هذا الإنسان المبارك، ليتم قول الكتاب المقدس: ليروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أبيكم الذي في السماوات. لأنه بالرغم من أنه أثناء حياته على الأرض لم يكن معروفا إلا لقليلين، لكن بعد نياحته وسمح ربنا بتصوير آخر قداس في حياته اللي هو قداس النياحة، ده كان سبب بركة لناس كثيرين، واشتهر اسم الأنبا مكاريوس بسبب هذا القداس كثيرا، ولدرجة أصبحت المعجزات اللي بتجينا من مصر ومن خارجها من كل الأقطار كتيرة جدا. ومن الطريف ان احنا جينا نطلع الجزء الرابع من كتاب معجزات الأنبا مكاريوس، فكان هيبقى مجلد ضخم، واضطرينا ان احنا نقسمه الجزء الرابع ده صدر فعلا، والجزء الخامس جاهز للطبع، وبيعدوا كمان في الجزء السادس معجزات لا حصر ولا عدد ليها، بتيجي كل يوم ومتنوعة ومتشكلة. كل ده بيظهر لينا قد ايه ربنا بيتمجد في قدسيه، وخاصة في هذا الرجل المبارك. قبل ما اسيبكم تتفرجوا على سيرة هذا القديس ونتمتع بيها كلنا مع بعض، اقدم الشكر لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابانا المبارك القديس اللي سمح لينا بان احنا نخرج هذه الافلام لمجد اسم الله. وبنشكر اللجنة البابوية ايضا اللي راجعت هذا الفيلم. بنشكر كل الذين شاركوا ايضا في محبة كبيرة. نشكر نيافة الحبر جيل الأنبا دانيال اللي سمح ليهم بالتصوير في منطقة المعادي، ونيافة الأنبا إيسيزوروس اللي سمح للتصوير في دير البراموس، ونيافة الأنبا رافائيل اللي سمح ليهم بالتصوير في منطقة الكاتدرائية القديمة والبابا كيرلس السادس ومقره المبارك. بنشكر الذين شاركوا في الإنتاج في التصوير في العمل الفني، وأولهم بنشكر الأستاذ طارق سعيد اللي قام بإخراج هذا الفيلم وحتى المادة الفنية بتاعته، وتعب كتير قوي وسهر الليالي، ربنا يعوضه كل خير عن هذا المجهود الضخم. بنشكر دار أنطون اللي قاموا بالعمل معنا وفي الاشتراك في إخراج هذا الفيلم وهذا السيرة للحياة وللنور، وبالأخص بنشكر أستاذ ماجد اللي تعب وجري معاهم في مناطق مختلفة وسهر معاهم الليالي من أجل إخراج هذه المادة وهذه السيرة. بنشكر أيضا أبونا المحبوب القمص متى ماركو وأبونا القمص أبراهام البير اللي رجعوا واللي تابع أبونا أبراهام في تصوير الفيلم ومراجعة كل المشاهد بتاعته علشان تخرج بطريقة سليمة مسيحية أرثوذكسية بقدر الإمكان ما يبقاش فيها عيب طقسي أو تقليدي. بنشكر الذين شاركوا في التصوير في الإنتاج في المكياج في كل مراحل الفيلم في الإخراج، مساعدي الإخراج بنشكر الجميع ربنا يعوضهم كل خير. وأخيرا بشكر أستاذ إيليا ويليام الذي قام بدور القديس أنبا مكاريوس، ويمكن كنت أنا صممت أنه لازم يقوم بهذا الدور، وكان أحسن شخص ممكن يقوم به
لأنه عاشر الأنبا مكاريوس وهو طفل صغير وهو شاب، ويعرف إزاي يتكلم بأسلوبه وبطريقته. وبالطريقة دي كان ممكن كل إنسان سواء اللي عايشه مع أنبا مكاريوس أو اللي ما يعرفوش يقدر يشوف واقع وحقيقة الأنبا مكاريوس من قريب جدا. وكل اللي شاركوا في التصوير أو في العمل الفني شافوا أن ربنا كان بيتمجد بقوة بصلاة قديس الأنبا مكاريوس. ربنا يعوض الجميع عن تعب محبتهم، وأترككم لمشاهدة هذه السيرة العطرة، ولربنا المجد دائما أبديا. وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد. وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهم الصبي يسوع في أورشليم، ويوسف وأمه لم يعلموا. بابك هنا زي كل يوم حد، وسيبنا نروح نقعد مع الكبار. أيوة، ما هو دخل مدرسة الابتدائي عشان كده بيعرف يقرأ في الإنجيل. يا سلام يا أخويا، ما جرس برضو بيعرف يقرأ وبرضك بيلعب معانا. حرام نلعب شوية، تيجي نلعب زخمة؟ أنا معي حد، يلا بينا. جدا يا حلمي هتقرأ زي اللبلب. يلا يا لبيب جاي هو. وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهم، وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس، والمجد لله دائما أبديا أمين. ربنا يحميك يا حلمي يا ولدي ويخليه لك يا مقدس أيوب. عشت يا مقدس توفيق. ودلوقتي عاوزين نشوف رب المجد عاوز يقولنا إيه في الجزء اللي جراه حلمي من إنجيل معلمنا لوقا البشير. أيوه خلاص، تعال يا أم. عاوزك بقى تكتب اسمك هنا زي ما أنا كتبته. الله، هو ده اسمي؟ ايوه. اها، رنا شنو ده؟ اكتبي بقى. قال بعد ما شاف ودوك كتاب. اكتبي بقى. ما عرفش. ده سهل خالص، بصي ده حرف الراء. ايوه، ده عامل زي نص الحله. تمام، وده حرف النون. ده بقى حله وفوقها نقطه. وده حرف اله. كحكه. تمام، وشنو ده بقى؟ لا لا لا، ده صعب. جو 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 جو، اسم جدك صعب كده؟ ده على اسم قديس عظيم. ايوه، الانبا شنوده اللي بيرصد العجارب والتعابين. ده كان اسمه الانبا شنوده رئيس المتوحدين. ويعني ايه بقى المتوحدين؟ يعني الرهبان. ده كان رئيس دير الرهبان، وكان الدير هنا في سوهاج. المقدس توفيق حكالي قصته. اسم الصليب عليك يا حبيبي يا ابني، ربنا يحميك كمان وكمان. شفت اللي حصل في السراية؟ بعد ما توفى الملك فؤاد الأول يقوم الإنجليزي يعينه مكانه فاروق ولده. بقى ده كلام؟ ده لسه عيل عنده 18 سنة،
ده عزيز ابني اكبر منه. ايوه، ما هم عملوا مجلس وصاية، خلوا الامير محمد علي وصي عليه لحد ما يتم السن القانونية. أيوة, ايوه 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 زي ما الانجليز اوصي علينا، يعينوا ده ويعزلوا ده. الشاي يا ام عزيز. جاهزه. ها، هم ليه يما بينادوكي باسم اخويا عزيز؟ مش اخوك البكر يا ولدي؟ اه، زي قصه يعقوب وعيسو في الكتاب المقدس. ايوه، خد الشاي بقى وديه لابوك والمقدس توفيق بر. حاضر يما. يحضر لك الخير يا حلمي يا ابني، دايما كلمه حاضر في بقه. واللي زاد وعاد معاهده الزعفران دي. زعفران ايه؟ اي معاهده التحالف بين مصر وبريطانيا العظمى. قادر ربنا يحميني. الشاي يا اولاد. يلا يلا بصرح. روح ود الشاي. يلا. حاضر يما. حضر لك الخير يا حلمي يا ابو. شوف يا مقدس، انا واثق ان ربنا هينصرنا على جيش الانجليز زي ما نصر شعبه على جيش فرعون. تعال تعال يا زينة قرية اولاد يحيى ومركز دار السلام بحاله. كسفت ولا ايه؟ هي الرجاله بتتكسف. ده حلم راجل وميت راجل، بس هو ما يحبش يتكلم كتير، يحب يقعد ويسمع. اقعد. تحب تسمع ايه النهارده؟ قصة لمبة شنو ده رئيس المتوحدين. اهو اتكلم اهو. يا ابوي على طول قاعد مساهم كده حلمي. ازيك عزيزي اخوي، بقالك كام يوم ما بتجيش الغير. انت عارف بحضر طلبات الجواز بقى. ربنا يتمم لك كل حاجة على خير يا اخوي. عبالك عبالك يا حلمي، كلها كم سنة وتكبر تبقى راجل ونفرح بيك. رجعت تساهم تاني؟ لا لا يا عم، انا مش فضيلك. ابوك فين؟ اما راح اشوفه الاحسن، عايزه في 100 حاجة. سلام. لما شفته صرخت ارحمني، لما شفته صرخت ارحمني، لما شفته صرخت ارحمني، لما شفته صرخت ارحمني، انقذني واتحنن عليا، جي انقذني واتحنن عليا. يسوع لما رآني اسرع الي، في يأسي وظلامي نور عيني. ازيك يا حلمي؟ نشكر ربنا يا لبيب. انا زعلان منك. مننا؟ ليه يا اخوك؟ لا ما تقلقش جوه كده، اقعد يا راجل اقعد. اصل انت ما بتسالش عليا فانا واخد على خاطر منك. مش حال ما كناش قرايب واصحاب من واحنا قد كده. ما تزعلش يا اخوي، انا كنت بزور الدير اللي جنبينا. الدير اللي بنته الملكه هلانه؟ ده على بعد كم كيلو من بلدنا. تقوم تقعد كم يوم عشان تزوره؟ اصل بحب اقعد هناك شويه لوحدي. تقعد هناك لوحدك وتقعد هنا لوحدك. لو انا عارف انك اصيل كنت قلت انك براء وما بتحبش الناس. بالعكس، انا بحب كل الناس. ما انا عارف يا. المهم عرفت اخر الاخبار؟ بيقول لك الحرب العالميه الثانيه خلصت وبريطانيا كسبت. احنا مالنا بالكلام ده؟ مالنا ازاي يا؟ ما هم مورطنا معاها، ومن ساعه ما عملوا معاهده ال الزعفران المعاهده كانت سنه 36 واحنا دلوقتي في 45، يعني بقى لنا 9 سنين عشان نجديه الملك فاروق. مالنا بالملك فاروق دلوقتي؟ خلينا في ملك الملوك. هتيجي تحضر معايا القداس بكره في دير الملك مخيل ولا لا؟ بس ما تقولش بكره، احنا لازم نتقابل الفجر عشان نمشي الثلاث ساعات لغايه الكنيسه. ما انا مشيتهم لوحدي وكمان جريتهم. هتيجي معايا القداس ولا لا؟ هاجي يا عم هاجي. خلي بالك شويه حلمي، النفس انقطع. عايزين نحيي القداس قبل ما يبدا. تعرف هذه حلمي؟ اي انت اللي خليتنا نتعلق بالكنيسه والقداس من لهفتك ده عليك. هو حد يطول يقعد مع ربنا في بيته وكمان يتناول من جسد دم طاهرين. عندك حق، دي نعمه كبيره قوي ربنا بيدانا. يا سلام، ده الواحد يفضل في النعمه دي على طول. قصدك يا اخو؟ قصدي ان واحد تبقى حياته مع ربنا وربنا بس. ليك عايز تبقى قسيس؟ لا مش ده اللي في بالي.
قصدك ايوه الرهبنة. يا ابوي تحكي كبرة قوي حلمي. يا سلام لو الواحد يبقى زي التلميذ من ولاد الانبا بخور يسأب بالشركة، ولا الانبا شنودو عسى متوحدين، ولا الانبا انطون يسأب الرهبان القدسين العظام دول اللي ياما حكى عليهم عم المقدس توفيق. وهو المقدس توفيق هيوافق على كلامك ده؟ انا وبنعمة رب ناخد رأي في الموضوع ده. واجب برضك، هو راجل كبير من كبارات العيلة وكلمته مسموح. بس اوعى يا لبيب اوعى تجيب سر حد لحسن الموضوع يوصل لهم وابوي ويقفوا لي فيه. اوعى يا اخوي. ابي حلمي ما تقولش كده، انا عيل ولا عيل يعني؟ اي وقت ده على شمعتك تقيد شحن بقى الشمس طلعت. حاضر حاضر. فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال له الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولاد من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية، والمجد لله دائما أبديا أمين. ربنا يباركك يا حلمي يا ولدي. الأسبوع الجاي بإذن رب المجد هنتكلم في الجزء ده. تفضلوا نصلي. بسم الله يا ربنا. أبانا الذي في السماوات. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ازيك يا ربيب؟ نشكر ربنا. أنا مبسوط قوي يا كامل إنك مواظب على الاجتماع. إحنا ما ناخد بركة يا حلمي يا أخويا. الحق كامل بقى قديس على غفلة. عم توفيق. نعم يا غالي. أنا كنت عايزك في موضوع كده. قول يا حبيبي. لا ما ينفعش هنا. طب بإذن ربنا بكرة بعد ما تخلص شغلك في الغيط ابقى عدي عليها في البيت، نقعد براحتنا وتقول لي عاوز ايه. سلام. سلام. ايوه بس الكلام اللي بتقوله ده خطير يا حلمي يا ولدي. يا عم توفيق، هو الخطر في القرب من ربنا ولا البعد عنه؟ يعني هو الواحد ما يجربش من ربنا الا في الرهبنه. طب ماني قدامك اهو شايفني بعيد عن ربنا. العفو يا عم توفيق، ده حضرتك اكتر واحد عرفتني حلاوه العشره مع المسيح، وكلامك على القديسين شوقنا تشبه بيهم. يا حلمي يا حبيبي، الرهبنه مش لكل الناس، مش كل واحد اشتهى الرهبنه او طلبها اتناسبه. ياما ناس عاشوا في العالم ونالوا الحياه الابديه. طيب فاكر في قصة القديس الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان لما ربنا أرشده الخياط بسيط لقاه بيعمل إيه؟ يقوم بدري ويشكر ربنا ومخلي خطاياه قدام عينه، وشايف إن كل اللي في المدينة حيدخل الملكوت بسبب أعمالهم الصالحة، إنما هو خطايا كتير. أيوه، وهو بسبب اتضاعه ده ربنا إداله مكانة كبيرة في السماء. عارف يا حلمي ربنا كان عاوز يعلم القديس أنطونيوس إيه؟ إيه؟ إنه مش مهم إيه الطريق اللي تاخده، رهبنة ولا الجواز، المهم تنفيذ الوصية عشان تستحق الميراث الأبدي. لكن يا عمي أنا حاسس إن ربنا مديني وزنات وأنا عايز أتاجر وأربح فيها زي العبد الصالح. يا ولدي أنت ممكن تعمل ده لما تتجوز وتخلي بيتك كنيسة صغيرة تصلي فيها أنت وزوجتك وولادك. بصراحة يا عمي أنا نفسي أسمع صوت ربنا، وانا حاسس ان العالم مليان دوشه وزحمه بيخلي الواحد يتوه عن خلاص نفسه. شوف يا ولدي انت طلبت رايي وانا قلتهولك، وبعد كده ربنا هو اللي يدبر حياتك. متشكر قوي يا عم توفيق، ويا ريت تذكرني في صلواتك. ربنا يحافظ عليك يا ولدي ويرشدك للي فيه خلاص نفسك. يا رب بسوق لك مع داود النبي، اسمع صلاته واصغر تضرعاته. بأمانتك استجب لي يا رب، عرفني الطريق اللي أسلك فيها.
لاني ليك رفعت نفسي. يا رب لو كانت رعايتك ليا هتكون في سر الزيجه المقدس وهتكون في بيت هناك، انا هطيعك يا رب. ولكن يا رب اذا كنت مستنيني في البتوليه فهي دي وجهتي ومشتهى قلبي، لكن يا رب في كل الاحوال لتكن لا ارادتي بل ارادتك، لان انا يا رب ماليش لا فكر ولا راي ولا شهوه قلب غير ان اكون ليك لوحدك. ارشدني بحكمتك يا رب جنود، اعلن مشيئتك في حياتي علشان اكون زي ما قال معلمنا بولس الرسول كجندي صالح ليسوع المسيح. ليك كل كرامه يا رب ومجد واجلال من الان والى الابد امين. اسم الاب والاب والروح القدس اله واحد امين. الله، حلو قوي الكلام اللي بتقوله دي يا حلمي. طبعا هو في احلى من اجت رب المجد يسوع. عندك حق يا حلمي، بس تعرف الواحد يا اخي لما ما يفكر انه حيسيب امه وابوه واخواته ويروح يعيش حياه ما يعرفهاش، برضك الواحد يبقى قلقان يا اخي. رب المجد بيقول في انجيل معلمنا متى: من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، ومن احب ابنا او ابنة اكثر مني فلا يستحقني. كل اللي بتقوله ده كويس يا حلمي، بس احنا ما عايشينش في العالم وحدينا. وبعدين اديك شفت المجدس توفيق نفسه ما فجاكش على رايك. بصراحه يا اخي انا محتار قوي، ما بين حياه فيها خلاص لنفس الواحد بس هيكون اناني، وبين حياه مع الناس وفيها الواحد هيتوه وسط العالم وشره. مين قال ان الرهبنه انانيه؟ بالعكس، لو ما كانش اساس الرهبنه محبه ربنا ومحبه الناس تبقى تعب على الفاضي، لان هو الراهب بيبذل نفسه بيقرب من ربنا وفي نفس الوقت بيصلي لكل شعب ربنا المؤمنين. انا اعرف في راهب هنا شرق الكشح في المغاره تحته، ايه رايكم ما تيجي نزوره ونطلب مشورته؟ وانا سمعت عنه، نروح له ونساله ويمكن ربنا يبعث لنا الارشاد ويعلن مشيئته. ايوه ومال نروح؟ خلاص نقوم نصلي الاول وبعدين على المغاره طوالي. ايوه قوم بينا. سامحنا يا ابوي، احنا قطعنا خدمه قدسك. خدنا بركه يا حبيبي، احنا جايين لقدسك عشان عايزين نترهبن. بلاش اقول عايز اترهبن، اقول عايز اعيش مع المسيح، وربنا هيدلنا ازاي نعيش معاه حسب قدراتك ومواهبك مش زي ما انت شايف. حللنا يا ابوي، لبيب كان بيكلم قدسك عن اشتياق قلبنا واحنا جايين علشان نطلب مشوره قدسك. تعالوا اما اصلي لكم عشان ربنا يدبر حياتكم التدبير الصالح. نعمة ربنا تكون معاكم والست العذراء تبارككم. ما قلت لناش رأي قدسك يا ابونا. وهتسمعوا كلامي؟ امال يا ابونا؟ ابن الطاعة تحل عليه البركة. اسمك ايه يا ولدي؟ حلمي. ودول لبيب وكامل. لبيب وكامل يرجعوا ويتجوزوا، اما حلمي يروح الدير. خلاص اللي تشوفه يا ابونا. ولو اني كان نفسي ما نفترقش احنا الثلاثة ابدا، لكن لتكن مشيئة ربنا. مبروك يا حلمي. بصراحة يا ابونا حلمي اكتر واحد فينا واهب نفسه للحياة مع رب المجد من وهو صغير. طب نستأذن احنا بقى يا جوز ابونا عشان نرجع البلد قبل الدنيا ما تمسي. سلام يا جوز ابونا.
استنى يا حلمي، عاوزك. طب ممكن تستنوا شوية؟ ربنا يساعدك ويقويك يا ابني على الطريق اللي اشتكت تمشي فيه وربنا اختارهولك. عايزك تبقى جيني نتكلم شوية، هطلب منك بعض التدريبات الروحية تعملهم عشان هيساعدوك في الاستعداد لحياة الرهبنة. ربنا يباركك. متشكر قوي يا ابوي، اذكرني في صلاتك. صلوات العذراء والقديسين تكون معاك يا حبيبي. يا رب انا عاوز اشبع بيك ولساني ما يبطلش تسبيح ليك يا رب. يا رب يا رب انا مش محتاج اي حاجه، انك انت كل احتياجي. اقبلني يا رب واحد من ولادك، مش عشان انا استحق، لا يا رب، عشان انت صالح وعظيم وممجد يا رب القوات. ها نويت يا حلمي يا ولدي؟ بإذن ربنا وبمعونتك وبرشادك يا ابوي. ربنا يسندك ويعضدك. بركة صلواتك يا ابوي. وعايز اقول لك كلمتين تخليك فاكرهم على طول. الراهب ده واحد مات عن العالم بكل ما فيه، وكل همه ينجي عقله من الخطية ويتحد بالرب وحده. وقتها بس يسمر جواه الروح القدس ويتمتع بالفرح والحب والإيمان والسلام، وعلى كد جهادك ربنا يفيض نعمته عليك أضعاف. وكمان لازم نسمع للآباء والشيوخ وناخد إرشادهم، لأنهم سبقونا في طريق الجهاد الروحي واختبروه. أنت عارف القديس إيسيدورس قال إيه في الموضوع ده؟ قال إيه؟ قال لازم التلاميذ يحبوا المعلمين الحقيقيين كآباء ويخافوا منهم كرؤساء، فلا يسقطون الخوف بسبب المحبة ولا يزيلون المحبة بسبب الخوف. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يا ابوي. وخليك فاكر على طول السبب اللي خرجت علشانه، وهو خلاص نفسك، وانك قدرت تترك الكل وترتبط بالواحد، ونسيت ردة كلام القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك اللي كان دايما يقول لنفسه: تأمل يا أرساني فيما خرجت لأجله. انت يا ابني اخترت الطريق الصعب، والمسيح له المجد بيقول: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. وده مش بالساهل، ده بالاجتهاد. والكتاب بيقول: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. سوهاج يا ابو. يا ام النور، من سوهاج لوادي النطرون دي اكيد مش زياره. جاي ليه؟ هربان من العالم يا ابو. الدير مش مكان للهروب، ولو متضايق من العالم ومش قادر تستحمل، هتستحمل في الدير ازاي؟ المسيح له كل المجد قال: في العالم سيكون لكم ضيق. والقديس الانبا بولا قال: من يهرب من الضيق يهرب من الله. لكن يا بانا، انت فاكر ان العالم فيه ضيقات والدير فيه راحه؟
انا ما بدورش على الراحه يا ابوي. امال بتدور على ايه؟ بدور على خلاص نفسي. انا عايز اعيش للمسيح. انا عارف ان معلمنا بولس الرسول بيقول الذين هم للمسيح صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. وليه جاي وادي النطرون بالذات؟ عشان اخد بركه الارض اللي ماشي عليها القديسين العظام زي الانبا مكرس الكبير والانبا موسى الاسود والانبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح والاف الملائكه في البريه. الارض اللي كل حبه رمل فيها سمعت صلوات الاباء الاطهار دول. ايوه يا ابني، لكن انت قطعت مسافه كبيره قوي، ودلوقتي بقيت بعيد عن بلدك وعن ناسك. وده اللي انا عاوزه يا ابوي، ان كل قلبي وكل فكري يكون المسيح وبس. واضح يا ابني انك محدد هدفك ومصمم عليه. ربنا يظهر مشيئته. مبروك عليك نعمة الرهبانة يا ابونا آدم. المسيح باركنا في حياتك يا ابونا بولس. تعرف يا ابونا آدم، من وقت ما جيت لنا الدير طالب رهبانة من 5 شهور ونص وانا متابعك وفرحان قوي بكل اللي بتعمله. دايما مواظب على التسبيحة وبتخرج للكنيسة قبل الكل، وسهرك بالليل تصلي، وكمان خدمتك للآباء وخصوصا الشيوخ. كل ده عرفني انك هتكون راهب نشيط. وعجبني قوي اني نادر ما شفتك بتتكلم، على طول تسمع. حسيت انك عايز تتملي من حكمة وجهات كل الاباء في الدير. طب فضل ارشاد قدسك وابونا فلتس وابونا عبد التلوت، كلامكم يا ابوي وتوجيهكم ليا هو الدليل اللي بمشي عليه. الفضل لنعمة ربنا ولجهادك الروحي وحزمك مع نفسك. احنا بنرمي البذرة، ولو ما كانش قلبك أرض صالحة ما كانتش نبتت فيك ثمار النعمة. شوف يا ابني، الراهب بيبدأ حياته الرهبانية قبل ما يدخل الدير وبعدين يكملها جواه. طقس الصيامة مش معناه إننا حولناك من علماني الراهب. إحنا بالطقس ده بنقول إن الدير قبلك عضو في جسد المسيح، عضو في الكرمة الحقيقية داخل الدير. بنقول انك بقيت واحد من مجمع رهبان الدير. دي نعمة كبيرة قوي يا ابويا، ما مستحقهاش. لنا ولا انت اللي بنحدد مين مستحق ومين لا. في ناس مفروزين للنعمة من بطن امهم، لان الصيامة عمل روحي جبار بيدي للراهب نعمة خاصة، لدرجة ان واحد من القديسين قال رأيت الروح الحال على المعمودية حالا على إسكيم الرهبنة. لأن الصيامة زي المعمودية، الاتنين موت مع المسيح وقيامة مع المسيح. ربنا يساعدني يا أبوي ويمسك بيميني عشان أكون أهل النعمة العظيمة دي. ولازم تعرف إن حياة الراهب من أول خطوة يدخلها في الدير لحد نهاية أيامه هي فترة تلمذة ينمو فيها الراهب كل يوم في الفضيلة. القديس يوحنا الدرجي قال الراهب هو ايه؟ الجسد النقي والفم الطاهر والذهن المستنير. والذهن المستنير. يلا نقوم نصلي. يلا. يسوع لما رآني أسرع بيعجبني فيك انك بتعمل كل حاجة بتقدير لها، وده سلوك رهباني اصيل. اشرح لي اكتر يا ابوي، عايز تعلم السلوك الرهباني. الراهب مش لازم يشوف ان القداسة في المطانيات والصلاة والصوم وقراية المزامير بس، لا، الراهب لازم يشوف ان كل عمل بيمارسه وهو في حضرة الله ايد ربنا بتباركه. كل شيء في عين الراهب مقدس. في 3 أمور بتساعد الإنسان إن يسلك في طريق الرب. أولهم الخوف من العقاب الأبدي، وثانيهم الرجاء في ملكوت الله،
وتالتهم محبة الفضيلة نفسها، عشان بنحب ربنا مش خايفين من عقابه ولا منتظرين مكافأة. المحبة يا ابونا هي غاية إيماننا. كل كلمة منفعة يا ابو. القديس الأنبا أغاثون قال إكليل الراهب الاتضاع. كان في رئيس دير حب يختبر شاب طالب رهبنة، فراح جاب كسرة خبز حطها على باب قليته. الشاب وهو خارج من القلاية رايح الكنيسة لقى كسرة الخبز على الأرض، شالها وبسها وحطها جنب الحيط زي ما اتعلم وهو صغير. قام جه واحد من الرهبان الشيوخ وضربه ألم جامد وقال له أنت إزاي تتجرأ وتشيل كسرة الخبز من على الأرض؟ امشي في حالك. الشاب ضرب له مطانية وطلب منه العفو. بعد يومين وهو خارج من القلاية في نفس المكان لقى كسرة خبز تانية، شافها وسابها ومشي على طول. إلا ويلاقي نفس الراهب يجي ويضربه بالألم، ألم أقوى من الأولاني، ويقول له أنت إزاي تسيب العيش على الأرض؟ شيل النعمة تشيلك. تعرف الشاب عمل إيه؟ عمل إيه يا أبوي؟ نزل على الأرض ضرب مطانية للأب الراهب وطلب منه العفو. ساعتها كل الرهبان فرحت بيه لأنهم حسوا إنه هيكون راهب فاضل، لأن الأنبا موسى الأسود قال اعلم أن الاتضاع هو أن تعتبر جميع البشر أفضل منك. أنا فرحان كتير أبونا آدم. زيارة أنبا توماس مترانتانتا هنا لدير بركة كبيرة. كمان أنا فرحان عشان رسمك شماس. نشكر ربنا يا ابو على نعمه الكثير اللي بيديها لنا يا ابونا عبتلوت. ربنا يزيدك نعمه ابونا ادم. صحيح انت بقالك هنا 10 شهور في الدير، لكن كلنا حاسين انك راهب قديم في الدير بسلوكك وجهادك الروحي. ده كله بفضل تعليمكم ورشاتكم لي يا ابوي. عايزك يا ابونا ادم تفضلي مكرسه حياتك وقلبك لرب المجد. اياك من التراخي والكسل. مسك الصليب والحياة النعاسية. طيب دي حاجة جميلة جدا ومعناها واضح. يبقى هتترسم أسقف يا أخوي.
السنتين اللي قضاهم أبونا آدم معانا في الدير، أنا شايف يا أبائي إن رب المجد مأيده بروحه وإنه بينمو في النعمة. أنا أشهد له بالتقوى والاتضاع وروح الخدمة. كمان عنده محبة كبيرة لآباء رهبان شيوخ ويحب خدمتهم، ده غير رغبته الشديدة في التعلم. عشان كده يا أبائي أنا عندي رأي وحبيت أخد مشورتكم فيه، هو أننا نبعت أبونا آدم يدرس في كلية اللاهوت في حلوان. اقتراح مناسب لأبونا آدم وهيساعده، وأنا واثق أنه بنعمة رب المجد هينجح في الطريق دي. يبقى احنا نروح وناخد رأي سيدنا الأنبا مكاريوس أسقف الدير، ولو وافق نبلغ أبونا آدم عشان يستعد وربنا يدبر الصالح. أغابي يا أبونا آدم. أبونا بولس، أغابي يا أبونا، وكمان أبونا فلتس، وأبونا عبد التلون، دي بركة كبيرة قوي ما استحقهاش يا أبوي. إيه النظافة والنظام ده كله يا أبونا آدم؟ أبونا آدم طول عمره منظم ونظيف، أنا أشهد له. يا ريت تكون منظم كده برضو في دراستك في كلية اللاهوت يا أبونا آدم. كلية اللاهوت؟ أيوه اللي في حلوان. أروح مصر؟ إيه يا أبونا آدم؟ مالك؟ إحنا عرضنا الموضوع على سيدنا الأنبا مكاريوس وخدنا بركة موافقته. وإحنا واثقين إنه هيكون ليك هناك النجاح والسيرة الحسنة. خليك مجتهد ومهبوب يا أبونا آدم زي عادتك. أنا كان نفسي ما أسيبش الدير، لكن لتكن مشيئتك يا رب. أنا ما أقدرش أخالف مشورتكم يا أبائي. خلاص تحضر نفسك على إنك هتبدأ الدراسة أول أكتوبر اللي جاي. اقعد يا أبونا آدم، اتفضلوا يا أبائي. أنت لأول مرة هتختلط بالناس في العالم بعد الرهبنة، عشان كده أبونا في نصيحة عاوزينك دايما تبقى فاكرها. كان في راهب في دير الميصة اللي في بلاد ما بين النهرين، كان عايش حياة النسك والعبادة لدرجة إنه فاق كتير من الآباء اللي كانوا عايشين معاه في نفس المنطقة. قام الشيطان حب يوقعه، فوراه رؤى وإعلانات خلت الراهب يحس إنه خلاص بقى يعاين السماء. وبعدين الشيطان خدعه بمنظر شاف فيه جماعة المسيحيين من رسل وشهداء مطروحين في الظلمة وبيصرخوا، في الناحية التانية الشعب اليهودي مع موسى النبي فرحانين ومنورين. أما الراهب ساب قليته وراح اترمى في حضن اليهودية عشان يكون مع المنورين اللي شافه. تفتكر يا أبونا آدم إيه اللي خلى الراهب ده الشيطان يضحك عليه؟ لأنه كان عنده روح نسك وجهاد، لكن ما عندوش روح التمييز. التمييز يا أبونا آدم هو عين القلب اللي بتفرز الأفكار والأعمال وتميز بينها. ورب المجد قال في إنجيل متى سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فالجسد كله يكون نيرا. التمييز يا ابني يحفظ الإنسان ويوصله للاعتدال، فما يبالغش في السهر والصوم والزهد والتقشف، ممكن يقع في خطيط الكبرياء، وفي نفس الوقت ما يقبلش التراخي والكسل. وإزاي الواحد يبقى عنده فضيلة التمييز يا أبائي؟ دي عطية إلهية ولازم نطلبها من الله بلجاجة، لأنه هو الحكمة ذاتها. وكمان ما تعتمدش على فكرك الذاتي، تتبع أقوال الأباء القديسين وتقتني بيهم. القديس موسى الأسود قال التمييز الحقيقي لا يأتي إلا بالاتضاع الحقيقي. وفي حاجة أخيرة عاوز أقول لك عليها وأوصيك بيها، الصلاة النارية اللي بتوهب الاستنارة السماوية، إنك تطلع دايما لرب المجد وحده، نار الحب ونوره. أهلا بريحة الحبايب، دير البرابوس، دير ستنا العدل. سلام يا أبونا. تأخرت علينا يا أبونا.
ازاي؟ ده انا حتى اخدت عربيه مخصوص عشان ما اتاخرش. انت هتقولي على مواعيدك، انا عارف مواعيدك مظبوطه، ده احنا بقالنا سنتين مع بعض في كليه اللاهوت. انا قصدي اتاخرت في الدير المره دي. ابدا يا ابوي، اصل سيدنا الانبا مكاريوس بارك لي بيده ورسمني قسيس. مبروك النعمه، مبروك النعمه يا ابونا بولس، بولس البراموس يا ابوي. قدسك باين عليك مبسوط قوي بالاسم. قوي يا ابوي، لانه على اسم معلم ابونا بولس البراموس الكبير يا ابوي. مبروك النعمه يا ابونا، يلا بقى عشان نلحق المحاضره. دي بقى 3 دقايق. انت قدسك لسه شايل ساعه جيب؟ دي خلاص بقت موضه قديمه، الدنيا اتطورت، احنا دلوقتي في سنه 50. مش المهم واحد يعرف الوقت وما ياخرش. عندك حق يا ابونا. طب يلا بقى عشان دي محاضره عقيده وبتبتدي في وقتها بالثانيه. يلا يا ابونا. بس تصدق يا كامل، الظباط الاحرار دول طلعوا جدعان ورجاله بجد. طبعا مين كان يصدق؟ الانجليز يطلع والنصر. ايوه، وكمان ايه، الملكه تنزل العرش وواحد من اولاد مصر هو اللي يحكمها. لا دول ظباط احرار على حق ربنا. مصر دي هتفضل محميه طول عمرها، كفايه ان السيد المسيح زارها بنفسه مع الست العذراء وبركه. ليه المجد. وادي يا حل، وادي يا حل، واخد وشك ورايح فين يا دي حبيبي؟ انت سلم على عمك كام. اهلا اهلا حبيبي. حلم كبرى ربنا يخليه لك. تعيش تعيش يا كامل، ربنا يطرح فيه البركه زي حلم بتاعنا. يا قصدك ابونا بولس؟ ايوه، بس اني مشتاق عليه قوي. 7 سنين دلوك من ساعه ما راح الدير. كان زماننا معاه. ايه اللي بتقوله دي يا كامل؟ ربنا بيدي كل واحد حسب الجواه، وحلمي اقصد يعني ابونا بولس كان ماشي ورا ربنا ومشغول بيه من هو قد كده. نشكر ربنا على عطاياه، ادينا اتجوزنا وخلفنا وعايشين مستورين والحمد لله. الحمد لله. بس يا ترى يا ابونا بولس اخبارك ايه؟ وعامل ايه دلوقتي؟ اديك اتخرجت من كليه اللاهوت يا ابونا، ناوي تعمل ايه بقى دلوقتي؟ يا ابوي قدسك معلم ومرشد، واللي هتشوفه مشوره صالحه لي انا هنفذه يا ابوي. ربنا يباركك ويجعلك سبب بركه لكثير من شعبه. يخليك يا ابوي. انا شايف ابونا انك مليان بروح الخدمه، وعشان كده عايز ابعتك تخدم في كنيسه دير الملاك ميخائيل في سوهاج. دي الكنيسه اللي تصلي فيها لغايه مشيت الدير يا ابوي. وكمان في راهب بركه هناك هو ابونا لقى المقاري، راجل مليان من نعمة ربنا، وحيكون له شأن كبير في الكنيسة. خليك قريب منه يا ابونا. اللي تشوف يا ابوي. ربنا يعيني بركة ست عذراء وبركة صلواتك وارشادك ليه يا ابوي. عاوزك تفكر معايا يا ابونا بولس، احنا عاوزين ايه من ربنا؟ ملكوت السماوات، يبقى لازم نديله ملكوت قلوبنا، لازم ملكية القلب تبقى لله وحده، ودي أهم فضيلة، نقاوة القلب. وعشان نوصل لها لازم نخضع جسدنا بالصهر والصوم والجهاد الروحي. ربنا يساعدني أبوي على خدمة شعبه ويديني أعمل اللي فيه خلاص نفسي. وافتكر كمان كلام القديس باسيليوس، جيد ألا تخطئ، وإن أخطأت فجيد ألا تؤخر التوبة، وإن تبت فجيد ألا تعاود الخطيئة، وإن لم تعاودها فجيد أن تعرف أن ذلك بمعونة الله، وإذا عرفت ذلك فجيد أن تشكره على نعمته. فلنشكر بالحقيقتي مستحق وعادل.
وتصلي يا بتسابون. تعيش يا بشارة يا ولدي. الصليب عليه شكله في الدقن عسل. ازيك يا بتسابون؟ ازيك يا نبيل؟ ازيك يا تامر؟ نشكر الله يا ابونا. مين الولد الحلو ده؟ ده ولدي حلم الصغير. ازيك يا ولدي؟ بس يدك العافيه يا بتسابون. يعني النهارده فرحان قوي، حاسس ان الدنيا مستعانه، صليت وراك القداس وحاسس ان انا اخذت بركه كبيره قوي. ده انا اللي اخذت بركه بوجودكم معايا النهارده. وباذن ربنا يا ابونا تفضل معنا هنا على طول. ربنا يختار لي في الصالح يا ولدي. حقيقة يا ابونا بولس احنا خدنا بركة كبيرة قوي في الخمس شهور اللي خدمت فيهم معانا. هو حد يطول يا ابوي يخدم في مكان واحد مع ابو لوغا المجاري؟ ده انا بتعلم من قدسك كل يوم يا ابوي. بس الظاهر يا ابوي احنا ما نستاهلش البركة دي. بتقول ليه كده يا ابوي؟ جالي طلب بانه قدسك تخدم في كنيسة ماري جرجس في بور فؤاد. بور فؤاد؟ يا ابوي احنا ما بنخدمش اماكن، احنا بنخدم مذبح الله وشعب الله في اي مكان. بس اللي صعبان عليا اني هخسر خدمتك النشيطة معايا. حللني يا ابونا لوغا. ليه انا بالذات يا ابوي؟ ده انا حتى ما بعرفش اوعظ. يا اخوي هم مش طالبين وعاظ، عندهم وعاظ كتير، هم عايزين بركتك يا راجل يا بركه. عموما يا ابوي انا تحت امر ربنا، يستخدمني مكان ما هو عايز، تكن مشيئتك يا رب. سلام يا ابونا بولس. اهلا سلام يا محن. اتفضل. ازيك وازي ابنك منير وست منير؟ بيسلموا على قدسك كتير، هم باعتين لي مخصوص عشان طلبوا من قدسك حاجه. بس يا ريت قدسك ما تكسفتيش. اتفضل يا عم حنا. هو في الحقيقه من ساعه قدسك جيت برفض واحنا عاوزين. قول اللي انت عايزه يا ابو منير. احنا نفسنا نتبارك بزياره من قدسك بعد قداس العيد، وكل سنه قدسك طيب. بس كده؟ ده احنا ناخد بركه يا عم حنا. الله يخليك يا قدس ابونا، انا اروح افرح منير والعيال، وجود قدسك معانا هيخلي العيد عيدين. ربنا يجعل ايامكم اعياد وفرح مع المسيح. وجود قدسك معانا يا ابونا. سلام. سلام يا عم حنا. خلي بالك يا جاد، افصل الشغل اللي جبته من مصر عن البضاعة القديمة. أمرك يا خواجه. لما يجي عم يوسف خليه يفرز الشغل الجديد وما يبيعش منه أي حاجة لحد ما نتفق أنا وهو على المصنعية. الأسعار في السغا مولعة نار. حاضر يا خواجه. أنا رايح البيت أريح شوية وجاي بعد ساعتين. تيجي بالسلامة. أهلا أهلا يا أبونا بولس. أهلا أهلا أهلا. إزيك يا خواجه مشيت؟ ازيك يا ابونا بولس؟ انا ازيك يا جاد يا ابني، عامل ايه؟ نشكر ربنا يا وتسابوني. يعني ما حدش شافك طول اسبوع علام في الكنيسه يا مشير يا ابني. معلش يا ابونا، كنت في مصر بخلص مصلحه كده للشغل. ما احنا كمان زي ما ربنا بيرزقنا ويدينا خير لازم احنا كمان نديله حقه. تمام تمام يا وتسابوني. جاد ده شماس ممتاز، مواظب على كل القداسات. ربنا يخليك لينا يا وتسابوني. ادخل انت دلوقتي. انا ناوي احضر قداس العيد، وبالمناسبه يا ابونا يا ريت تقبل عزومتي على العشاء بعد القداس. انا عازم ناس كبار قوي، والمدام اكدت عليا لازم اعزم قدسك. سامحني يا ابني اعتذر مدام نوال. معلش انا وعدت عم حنا اتعشى معاه بنعمه ربنا مره ثانيه. معلش يا ابونا، الظاهر ان احنا مش قد المقام. مدامك زي الفل يا ابني. بس ما احنا زي عم حنا، ما هو راجل مقتدر. ما يصحش الكلام ده يا حبيبي، ربنا بيجازينا على اللي بنعمله مش على اللي بنملكه. اشوفك بنعمه ربنا في قداس العيد، كل سنة طيب، وسلم لي على مدام نوال. سلام. جاد انا مروح ومش جاي بعد الظهر، تبقى اقفل انت وعم يوسف. حاضر. ممكن تهدى؟ طب اعمل لك ليموناتة. طيب مش عاوز حاجة، بقول لك كسفنا يا نوال. ليه بس كده؟ ده ابونا ما يقصدش. ابونا بولس راجل طيب وبيحب الناس كلها، ومعاملته كويسه مع كل الناس. يعني جت عندي انا بس وبقت مش كويسه؟ ليه كل ده؟ بيقارني بجاد اللي بيشتغل عندي، بيقول لي جاد شمباس ممتاز، عايزني انا اسيب شغلي واقعد في الكنيسه 8 ايام عشان اعجب ابونا. هو انت بتروح الكنيسه عشان تعجب ابونا ولا بتروحها علشان ربنا؟ لا يا مشير، لا مالكش حق. حتى انت كمان مش كفايه هو. ما تنساش ان اللي بتتكلم عنه ده قسيس، يعني بيشيل جسد المسيح ودمه، وكمان راهب، يعني راجل بتاع ربنا. عندك حق، الراجل جاي من الدير وعلى قده، ازاي هيعرف يقدر الناس صح؟ هو بيقدرهم بس بطريقته مش بطريقتك. ما هو واضح جدا التقدير، بدليل انه راح لحنا وما رضاش يجيلي. ما تنساش ان عم حنا عزمه قبلك. اوه
انا داخل انام. ليه بس كل ده؟ كله من عدو الخير. انا مش عارف اشكر قدسك ازاي على زيارتك لنا الاسبوع اللي فات يا ابونا. ده انا لازم اشكرك على العزومه، ويا ريت كمان تشكر لي ست ممنير على تعبها واكلها الجميل. انت قدسك اكلت حاجه يا ابونا؟ اصل بعد عنك ما بتوجعني، وانا بنفس كلام الحكيم. الف سلامه عليك يا ابونا، بس كده قدسك طمنتنا على طبيخه ام منير. حللنا يا ابونا. الله يحلك يا حبيبي. ازيك يا اسامه؟ اهلا اهلا. ازيك يا نوره بنتي؟ ازيك يا خواجه مشير؟ بخير يا ابونا. سامحني يا قدس ابونا لو كان مشير اتعصب وهو بيكلم قدسك الاسبوع اللي فات. انا كنت عايزه اعتذر لك من يومها بس ما جيتش الكنيسه الا النهارده. انت تزعلي يا بنتي؟ انتوا كلكم ولادي وانا مش ممكن ازعل من حد من ولادي. بس الظاهر يا ابونا ان كل ولادك مش زي بعض. معلش يا قدس ابونا، مشير ما يقصدش. حصل خير يا بنتي، حصل خير. لا مكشر ليه يا ابونا؟ ما كنت بتضحك من شويه، ولا انت ليك ناس ناس؟ سامحني يا ولدي، اصل انا جاي من الدير وما اعرفش حاجه، على قدي. سلام. طب ده كلام، مالك بتبرطم ليه يا سرافط؟ يعني كده ينفع قاعدين طول النهار بنصطاد ولا سمكه تطلع؟ طول النهار ايه يا راجل؟ دي احنا مقضيين نص النهار في الكنيسه. ما انت اللي خلتنا نقعد بعد القداس. طبعا كان لازم نقعد عشان نحضر طريقه ابونا بولس. ايوه بقى الامس بولس البراموسي. تعرف يا رفض ابونا بولس ده راجل طيب، راجل بركه، بس انا نادر لما الاقيه بيتحرك في البلد لانه راهب، ودايما لو مش بيصلي او بيفتقد او بيعمل اي امر من امور الخدمه تلاقيه قافل على نفسه اوضته، بيقرا في كتب الكنيسه، وهو اللي نصحنا اقراه، وكل ما اساله عن كتاب يطلع قاريه ثلاث او اربع مرات. انا بتحرج اتكلم معاه، بخاف يكسفني. يا راجل ابونا بولس ابسط انسان ممكن تتعامل معاه، جرب بس انت بس وانت تشوف. ده بيعامل كل اولاد الكنيسه كانهم ولاده. شفت؟ مش بقول لك انه راجل بركه؟ ربنا بعت الرزق على سيرته. طب شفت ان السمكه طلعت لك انت بس عشان تعرف. شفت ازاي انت راجل مفتري؟ شوف ادي يا ستي ابونا بولس اللي انت عمال تدافع عنه. هو ابونا كان متهم عشان حد يدافع عنه؟ انا عاوز رايك انه ما يرضاش يحضر حفل اكليل رؤوف ابن عمي. مش ده معناه انه قاصد يهين عيلتنا؟ الكلام ده لو كان بيعمل كده معانا احنا بالذات، لكن انت عارف ان ابونا بولس ما بيحبش الزحمه والدوشه، يعني بيعمل كده مع كل الناس. احنا مش زي كل الناس، احنا مختلفين. انا ليا اسمي وسمعتي في الساخة، كان لازم يحضر حتى لو مجامله. ابونا بولس من يوم ما جه بور فؤاد وتصرفاته مضايقاني. كل ده عشان بيعاملك زي كل الناس؟ اللي مجنني ان اشتكيته للانبا متاوس مطران القناه وبرضه ما عملوش حاجه. لان ابونا بولس ما عملش حاجه وحشه لا ليك ولا لاي حد. اللي انا عايز اعرفه ان الناس متحيزه له كده ليه؟ انت اللي متحيز ضده، وعدو الخير مالي قلبك ضيق منه بدون سبب. من غير سبب؟ كفايه انه سبب خلافاتنا. لو انت كل ما اقول حاجه تقولي عكسها، انا لازم الاقي حل. الحل انك تبطل عند وتروح تعتذر لابونا بولس على مضايقتك ليه. لا انا عندي حل تاني. انا الاسبوع الجاي نازل مصر اجيب شغل من الساغة، وانا هناك هعدي على البطرخانه وهقابل قداسة البابا كرولو الشخصية واشتكي له منه. انت مفيش فايدة فيك. ايه؟ ايه ده؟ بتمشي وتسيبيني؟ طيب ما نشوف مين اللي هيكسب في الآخر. اديني حكيت لقداستك يا سيدنا كل حاجة، واللي شايفه قداستك اعمله. والأنبا متاوس قال ايه؟ وصلت له شكاوي كتير وبرضه ما عملوش حاجة. يعني انتوا مش عاوزينه، لكن انا عاوزه. هتوحشنا يا ابونا القمص. ابقى اذكرنا بصلواتك يا قدس ابونا. صلوات تتعدد تكون معاكم.
هيعز علينا فراقك يا ابو نابلس. يا بختك يا اتسابوني، سكرتيه سيدنا البابا وتشوفه كل يوم وتقعد معاه. احنا تحت امر ربنا نخدمه مكان ما هو عاوزنا نخدمه. سلام. نشوف وش قدسك بخير يا ماما. صللنا ربنا يا بنتي يبارككم ويدبر حياتكم. انا متشكر قوي على محبتكم اللي انا ما استحقهاش. ربنا يحافظ عليكم، ربنا يحافظ عليكم، ربنا يحافظ عليكم يا بنتي. سلام يا بنتي.